بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه. كيف تعرفين بأن زوجك لا يحبك؟ الرجل والزوج الذي لا يحبك له من المواقف الكثيرة التي أصابتك بالشعور بالخيبة والخذلان، لم تصدقي يوما أنه قد فعل ذلك بك. كم استغرقت من الوقت لاستيعاب ما حدث لك من ورائه؟ كم من الآلام سببها لك زوجك باسم العشرة ومصلحة الأسرة، وبأنه هو الرجل والرجال قوامون على النساء، ورأيه هو الذي فقط يجب أن يجري في البيت ولا أحد له رأي، وإلى غير ذلك. كيف مرت عليك الأيام والليالي بعد صدمة عنيفة رفض عقلك وقلبك أن يصدقها بأنها تصدر منه كزوج يحب زوجته؟ كم بات قلبك يئن من الحزن والألم في رحلة تتعافين من الصدمة، ولكن بشكل طويل عصفت هذه الصدمة بالأخضر واليابس في قلبك، لم يجرؤ أبدا ولو للحظة واحدة أن يصحح خطأه اتجاهك. هذا الرجل لا يحبك، هذا الزوج لا يحبك لأنه ببساطة يسيء إلى الحب وكل المشاعر النبيلة ومعانيها القيمة الموجودة في الحياة. لا يحبك لأن ضميره غير يقظ بالدرجة التي تمكنه أو تمكنه من الحفاظ عليك وعلى كل الذكريات الجميلة التي تجمع بينكما. لا يحبك بالدرجة التي تتحقق منها الوقاية من جروح عميقة قد تمتد في قلبك آثارها إلى الأبد. الحب عبارة عن وقاية من كل كلمة نابية يوجهها الزوج إلى زوجته. الحب عبارة عن وقاية من كل تصرف جارح يوجهه الزوج إلى زوجته لأنه يحبها. هذا الرجل لا يحبك لأنه لا يقدر وجودك في حياته، لا يقدر تضحياتك، لا يقدر كل ما تفعلينه لأجله. يعبث بحبك له ولا يفهم حقيقة مشاعرك. لا يحبك لأنه تائه في عالم المكر والخديعة الذي استقر على العيش فيه للأبد. لا يحبك، إنما يتفاخر بحبك الشديد له. رجاء ضعي 1000 خط تحت هذه العبارة. هو لا يحبك ولكنه يتفاخر بحبك الشديد له، وشتان بين الاثنين لأن الفارق كبير بينهما. يقول هي من تريدني وأنا لا أريدها، هي من تركض ورائي وأنا لا أركض وراءها. هذا الرجل لا يحبك لأنه يحطم قوانين عزة النفس والكرامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى متساوية بين الرجل والمرأة. لا يحترم تسامحك، تجاوزك عن أخطائه لكل ما يصدر منه. لا يحبك لأنه خلال مسيرة علاقته وزواجه بك هو دائم الإساءة إليك، يستهين، يحقر، يقلل من شأنك. هذا الرجل لا يحبك، فماذا تنتظرين منه؟ عليك ألا تنتظري منه إلا حياة مليئة بالزيف والكذب والخداع، حياة مليئة بالظنون والشك،
حياة غير سوية ينعدم فيها الشعور بالأمان والراحة والاستقرار. هذا الرجل لا يحبك لأن سلطان الهوى والشهوات والملذات سيطر على قلبه وعلى عقله تماما. هو لا يفكر بك ولا بأولاده ولا بمستقبل العائلة. فماذا تنتظرين؟ أختي الكريمة، إذا اكتشفت بأن زوجك بهذه الصورة، هو لا يحبك أبدا، هذا لا يعني بأنك تطلبين الطلاق منه، لأن هذه الدنيا عجيبة غريبة. ربما ترجعين إلى بيت أهلك وتجدين الأمر من ذلك، ربما تذهبين إلى بيت إخوتك لا يتكلفونك ولا يتكفلونك أبدا، خصوصا إذا كان عندك أطفال. الحل بأنك لا ترفعي مستوى وسقف الأمنيات التي أنت ترجينها منه. عليك ألا تتوقعي منه الخير أبدا، لا تتوقعي للحظة من اللحظات بأن يكون هو السند لك في الحياة. قدر الإمكان حاولي أن تبني لنفسك سندا ولأولادك سندا، حاولي أن تعملي، حاولي أن تحافظي على نفسك، على صحتك، على نظارتك وعلى صحة ونظارة أولادك. اجعليه في خانة من خانات اليوم، لا تجعلين يومك مشغول به دائما 24 ساعة فتهملين نفسك وتهملين أولادك إلى غير ذلك أبدا. إنما أعطيه على قدر يعني قيمته، على قدر ما هو يستحقه، لا أكثر ولا أقل، لا تعطيه أكثر من ذلك. نعم، يعني أطبخي له الطعام وأكوي له الملابس وكذلك قومي بتنظيف البيت له إلى غير ذلك، هذه الأمور يعني المعروفة والبديهية، ولكن لا تتأملي منه الكثير، لا تعلقين اليوم كله بأكمله عليه، هل هو يرضى أو لا يرضى، هل يقول إني أحبك أم لا، هل هو سيمدحني أم لا، هل هو راض عني أم لا. لا تعيشين هذه الكآبة، لأنه لا يتصور منه إلا الكآبة والحزن والهم والغم. قوي علاقتك بالله، قوي علاقتك بأهل البيت، هم يعوضانك عنه خير تعويض. عيشي معه. نعم، حاولي أن تهديه إلى الصلاح بالدعاء، حاولي أن تهديه إلى الصلاح عن طريق أخلاقك وتصرفاتك، والله سبحانه وتعالى إذا شاء هداه. ولكن أن تشغلي يومك كله قام قعد نام أكل رضي لم يرضى، احترمني لم يحترمني، قدرني لم يقدرني إلى غير ذلك، لا، سوف يضيع يعني عمرك بهذه الصورة البائسة والتعيسة، وبعد فوات الأوان ربما يعني نتيجة الهموم والأحزان يذهب جمالك ونظارتك وصحتك ويبحث عن أخرى، وتكوني قد خسرت خسارة عظيمة. لا أنت حافظت على دينك، على صلاتك، على علاقتك مع الله وأهل البيت، لا أنت ربيت أولادك أحسن تربية لأن كنت مشغولة بمشاكله، لا أنت داريت نفسك إلى غير ذلك وحققت أمنياتك، تجدين بأن حياتك قد ذهب السدى. حاولي أن تجعلي له حصة من خلال اليوم، لا أن يكون يومك كله له حصة، لا، اجعلي له حصة خلال اليوم، هكذا سوف ترتقين بنفسك وتعيشين حالة مستقرة. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.